وينضم إلينا من نيويورك عبر سكايب السفير مارك بيكستين مندوب بلجيكا لدى الأمم المتحدة. سيد بيكستين، أين هي جهود الأمم المتحدة؟ أين وصلت لإحلال السلام في اليمن أو على الأقل مكافحة كورونا في عدن تحديداً؟ Yes. Good evening. The Security Council. نعم، مساء الخير. إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفي اجتماعه اليوم صباحا بالنسبة إلى اليمن تحدث عن هذه النقطة، وهناك توحد على مستوى مجلس الأمن الدولي بالنسبة إلى الموقف مما يجري في اليمن. هناك دعم كبير لجهود المبعوث الخاص السيد غريفيث بالنسبة إلى إحلال الوقف الشامل لإطلاق النار في هذا البلد، وبالإضافة إلى ذلك الإجراءات الآيلة إلى بناء الثقة في اليمن، بالإضافة إلى إطلاق عملية سياسية تشمل الجميع. هذا كله كان يجري السعي إليه ما قبل كورونا. اليوم مع كورونا، هل تسرعت الأمور أم تباطأت أكثر؟ Well, yes, indeed. نعم، بالفعل إن انتشار فيروس كورونا في البلد أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، والذي كان أصلا يعاني من مشاكل جمة. مع هذه الجائحة تسوء الأمور بكل تأكيد، وبالتالي هناك مسألة ملحة الآن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وبعد ذلك إطلاق العملية السياسية في اليمن. نعم، بكل تأكيد. طيب، هناك انزعاج على لسان غريفيث من ممارسات المجلس الانتقالي في الجنوب، وهو مدعوم من الإمارات. أليس من الأسهل التوجه مباشرة إلى الإمارات لكي تسيطر على تحركات هذا المجلس التي تفاقم الأمور سوءا في اليمن؟ Well, indeed. I mean, we are. نعم، بالفعل نحن لدينا قلق إزاء الوضع في جنوب اليمن، وكانت هذه النقطة مسألة تم التناقش بها على مستوى مجلس الأمن اليوم، وكان هناك دعوة لكل الفرقاء للعودة إلى اتفاق الرياض الذي تم الاتفاق عليه، والمباشرة بهذه العملية وتنفيذ هذه العملية. إن جائحة كورونا طبعا هي بالتحدي الكبير بالنسبة إلى الجنوب، ولذلك نحن لا نعتقد أنها اللحظة المناسبة لكي يكون هناك المزيد من المشاكل السياسية. لذلك نحن نحث كل الفرقاء للمشاركة في هذه العملية التي تم الاتفاق عليها في الرياض. هل تتوقع أن يستجيبوا؟ آمل أن يستجيبوا، آمل ذلك، لأن هذه الدعوة كانت دعوة بصوت واحد من كل أعضاء مجلس الأمن. كيف يمكن أن يؤثر الصوت الواحد على دولة مثل الإمارات مثلا لكبح جماح المجلس الانتقالي الذي تدعمه؟ سوف يتعين عليهم أن يؤدوا دورا بناء والتشديد على أهمية العملية السياسية ودعم اتفاق الرياض، ما من طريقة أخرى. هم يمارسون طريقة أخرى. نعم، ولكن نحن ندعو كل الفرقاء للمشاركة في هذه العملية التي تم الاتفاق عليها في الرياض، هذه الدعوة الموحدة. وإذا لم يشاركوا ولم يتجاوبوا مع دعوتكم؟ سوف نصر. حتى متى؟ حتى يتحسن الوضع. ومتى يتحسن الوضع؟ يسأل اليمنيون. Uh,
سوف يتعين علينا أن ننتظر ونرى. لا يمكنني أن أجيب الآن عن هذا السؤال. نحن نتابع الوضع عن كثب. كان هناك بعض التقدم في الجنوب بعد الاتفاق في الرياض، ولكننا الآن نرى هذه المشاكل التي نشأت، ولكن نأمل أن تحل. كورونا لا تنتظر، أتعتقد أنها تنتظر؟ No, you're right. كلا، أنت على حق. Of course not. طبعا لا تنتظر، ولذلك سبق وأسلفت. هذه مسألة ملحة. أشكرك جزيل الشكر من نيويورك عبر سكايب السفير مارك بيكستين مندوب بلجيكا لدى الأمم المتحدة.